شلونكم يا حلوين؟ ايش اخباركم؟ يا رب كلكم تكونون بخير وصحه وعافيه وسلامه وكل اللي تتمنون. اليوم حتكلم عن طرق علاج تساقط الشعر بالطعام. حصة الطعام من تساقط الشعر هي 50%. معظم أسباب تساقط الشعر هو بسبب سوء التغذية، وأقصد هنا مو الكمية وإنما نوعية الطعام. يعني ممكن شخص يتناول طعام كمية كبيرة لكن يعاني من تساقط الشعر. ليش؟ لأنه نوعية الطعام اللي يتناولها تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها الجسم. كلنا نعرف أنه نقص الحديد والزنك وفيتامين دي والكالسيوم وغيرها من الفيتامينات والمعادن تسبب تساقط كبير بالشعر. وصدقوني وهذا الشيء دائما أذكره، أي وصفة حتى من الوصفات اللي موجودة بقناتي هذا ما راح تفيدكم إذا ما تعالجون مشكلة نقص الفيتامينات والمعادن بجسمكم. لذلك أنا خصصت حلقات كاملة عن نوع أطعمة تعالج تساقط شعركم. شرحت لكم سابقا بالتفصيل أفضل 5 أطعمة لعلاج تساقط الشعر، وعملت أيضا حلقة كاملة عن جدول يومي، يعني مثلا شنو تتناولون بالفطور وبالغداء وبالعشاء حتى تعالجون شعركم. حكيت لكم بالتفصيل شنو فائدة كل من هذه الأطعمة. واللي يحب يطلع على هذه الفيديوهات فحترك لكم روابطها كليتها بصندوق الوصف. أما اليوم فرح أتكلم عن مواد غذائية أخرى تعالجون بها شعركم، وبالذات رح أتكلم عن حبة مهمة. ركزوا لي على كلمة حبة، وكلش هذه الحبة مفيدة لشعركم. وبنهاية الفيديو حترك لكم طريقتي في استعمالها. إذا أول مرة تزورون قناتي هذا وعجبتكم أو عجبكم محتواها فاشتركوا بيها واضغطوا على الجرس حتى توصلكم الفيديوهات مني بلحظة نشرها. ونرجع لموضوعنا، اللوز الحلو. طبعا مو هي هذه الحبة بس حتكلم ببداية عن اللوز الحلو. الأشخاص اللي أنصحهم يستخدمون اللوز الحلو هم اللي يعانون من تساقط الشعر، الأشخاص اللي يعانون من جفاف الشعر والتقصف الشديد لازم يستعملون اللوز الحلو، لأنه يحتوي على كمية من مضادات الأكسدة، يحتوي على الأوميجا 6 وعلى الأوميجا 9، يحتوي اللوز الحلو على الكالسيوم والحديد، يحتوي أيضا على المغنيسيوم وعلى فيتامين أي. في حال إذا ما توفر عندكم اللوز الحلو أو إذا كان غالي الثمن ببلدانكم فحتكلم عن حبة. هذه الحبة أنا أصيح لها الحبة العجيبة، مع أنه هذه الحبة متوفرة بكل مكان بالعالم وسعرها خلينا نقول رخيص مقارنة بباقي المكسرات، لكن هذه الحبة معظمكم ما يعرف شنو فوائدها وما يعرف شقد هي مهمة في علاج مشاكل الشعر. وهذه الحبة أو البذور هي بذور اليقطين. حتكلم شنو ليش بدي أحكي عن بذور اليقطين. بسنة 2014 تم إجراء تجارب علمية على مجموعة من الرجال، عندهم هذول الرجال صلع وراثي. هذول الرجال استخدموا هذه الحبة أو الزيت المستخلص من هذه الحبة لشعرهم. وجدوا العلماء بعد فترة من الزمن أن بذور اليقطين ساعدت في تقوية الشعر وزيادة نموه، وحتى أنه قللت نسبة التساقط عندهم بنسبة 40%. هذه التجربة مثل ما ذكرت أجروها على مجموعة من الرجال اللي عندهم أو يعانون من الصلع الوراثي. والسبب في هذا أو سبب لأنه أنا أذكر عن هذه الحبوب أنه الحبوب العجيبة اللي تحتوي على أحماض أمينية مثل حامض الجلوتاميك وحامض اللايسين اللي تعالج تقصف الشعر وجفافه. الأشخاص اللي يعانون من الشيب يحتاجون أنه يتناولون هذه الحبوب اللي هي حبوب أو بذور اليقطين، والسبب لأنه هذه البذور تحفز صبغة الميلانين بشعرهم، وبالتالي يحتفظون أو يحتفظون بلون شعرهم وتقلل الشيب. مواد أخرى أيضا مقوية للشعر وتعالج جفاف الشعر، تغذي الشعر وتعالج نقص الفيتامينات اللي يحتاجها الشعر. مواد أخرى مثل عين الجمل أو سحول الوالنوت، وهذا الشيء هذا عين الجمل غني بمادة البيوتين والبوتاسيوم اللي تعزز نمو الشعر وتجعل الشعر قوي وطويل. يعني اللي يحب يطول شعره يتناول أو يركز على عين الجمل.
وحتى لا أطول عليكم حذكر لكم طريقتي وكيف أنا أجمع كل الفوائد من هذه المواد، وكيف أنا حتى مع أنه متبعة دايت معين طريقتي في استعمال هذه المواد ما تتضارب مع نظام الدايت. وكل اللي تحتاجوه أنه تخلطون كمية من عين الجمل والكشمش والكاجيو واللوز الحلو، ونضيف فوقها حبوب اليقطين وتعطوها خلطة سريعة. وكل اللي تحتاجوا أنه تأخذون بإيدكم حفنة صغيرة من هذه الوصفة وتتناولوها بين الوجبات، يعني مثل السناك البسيط. لكن صدقوني مع أنه هذا فتشي جدا بسيط، إذا استمريتوا عليه تتناولوه يوميا حفنة صغيرة يوميا، حتشوفون شعركم يتغير للأحسن، يقل عندكم تساقط الشعر، تحسون أنه يصير شعركم لمعة وترطيب وفتشي كلش حلو. لكم مني أجمل الأمنيات وطاب يومكم.